هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع تختيم جديد من جي تي اي فايس سيتي ستوريز. طبعا ما راح اقول لكم والله المعذرة اني سحبت على السلسلة، سحبت عليها وما عندي سبب وجيه الى اني اسحب عليها، لكني سحبت، فما راح اتعذر وما راح اقول لكم معليش وما راح اطلق اي وعود، لكن عادت لكم سلسلة تختيم جي تي اي فايس سيتي ستوريز. طبعا في الحلقة الماضية كانت حلقة رهيبة بالنسبة لكم لكن جدا سيئة بالنسبة لي، لأنه مهمة البنات هذيك صراحة إلى الآن هلوس فيها، إلى الآن أفكر فيها، إلى الآن تظهر لي في كوابيسي. الشباب في الديسكورد يقولوا لي إنه اللي شفته ولا حتى 5% من المهمات الصعبة الموجودة في جي تي اي فايس سيتي ستوريز، متوقع أننا نقابل مهمات جدا جدا صعبة ترفع ضغطي. فكالعادة يا اخوان لا تنسون زر اللايك وخلونا نبدأ. طبعا بحكم اننا غبنا، من الواضح جدا انه في تغيرات كثيرة حدثت في فايس سيتي، الكثير من العصابات سيطرت على الكثير من الاماكن، وهو امر طبيعي لاننا سحبنا على اللعبة، وبما اننا سحبنا على اللعبة بكل تأكيد العصابات الاخرى راح تتطور والعصابات الاخرى راح تسيطر على اماكن اكثر واكثر واكثر. اوكي، في الحلقة الماضية اخر مهمة لعبناها كانت مهمة ريني، هذاك الشخص المدري كيف رايح، وصورنا له بعض المشاهد، والآن عنده مهمات زيادة لنا. ما في إلا مهمة واحدة ظهر لنا في الخريطة وهي مهمة ريني، فخلونا نتوجه له ونشوف إيش الجديد عنده وإيش المهمة حقه. أوكي، وصلنا للمهمة الثانية عند ريني والمهمة الأولى في الحلقة، فخلونا نشوف إيش الجديد عنده. Darling, you are here. To lighten my heart. Not exactly. I love you. I love this man. Kiss me. Hey, give me a break. I'll break you if you break me. I can't deal with this. Oh, darling, please. I need your help. It's a friend of mine, Gonzalez. He's got to move a shitload of coke. ايش التلوث البصري هذا اللي شفته يا رجل؟ الله يخرجنا من مهماته باسرع شكل عشان ما يظهر لنا من جديد على عفن. هذا اسوء شخصيه قابلته في سلسله جي تي اي بدون اي منازع. فالحين ريني عنده صديق راح يودي شحنه لمكان معين، وعلينا اننا نحن نساعده في هذه الشحنه بطلب من ريني، فخلونا نتوجه للمكان. اوكي، وصلنا للمهمه او المكان الالتقاء، فخلونا نشوف ايش وضع المهمه. Are you Gonzalez? Ah, you must be Victor. Senor, I need to get my colonel's merchandise safely to Viceport. Your colonel? You're in the army? Not your army. Colonel Juan Garcia Cortez is my boss. I'll bear that in mind. Take my copter. My men will join you. الله، عيال هذول معاهم M16s, M16ات. وحنا عندنا تقشف في الأسلحة. عندي AK فيه 4 طلقات. فلو فيها مجال تعطوني M4 حقكم. اوكي، علينا نحمي القارب وحنا بالطيارة من اعلى ونقدر نطلق. اوكي، بس جو يا عيال. اوكي، اصحابي ما هم مقصرين، يعني ما احتاج اني انا اشارك في القتال. زي ما تلاحظون قاعدين يقشطونهم قشط بشكل مرعب. ايش السلاح هذا يا رجل اللي يطلق بهذا الشكل؟ متأكد يا اخوان لو انا اخذ الام 4 ما راح يطلق معايا بهذا الشكل، لكن لما الام بي سي يستخدمونه يطلقون بشكل مرعب والفاير ريت حقه خيالي زي ما تشوفون، لكن لما نستخدمه ولا حتى يكون 1% زي كذا. اوكي، في هليكوبتر. وين هليكوبتر؟ من شايف؟ اوه شوفوا عيال. طلقوها يا عيال، ليتس جو. حتى الهليكوبتر طلقوها هم. اوكي، وصلنا، ليتس جو. يا نوب. I've lost many good men today. Men I cannot afford to lose if I am to protect my colonel's interests in the deal ahead. If you need a bodyguard, you can do a lot worse than me. For the right price, of course. Maybe so, but I can't trust anyone until I've discovered who leaked our arrival to those Buta bandits. Okay. في طرف ثالث كمان. 850 قليلة، لكن I will take it gladly، لأن المهمة جدا جدا سهلة، ما هي مهمة غثيثة. فراح أخذها وأقفل فمي على قوله. بعدين يا أخوان اكتشفت حاجة جديدة والله.
القيادة في جي تي اي فايس سيتي جدا جدا سيئة. السواقين في جي تي اي فايس سيتي مرة مرة ما يعرف يسوق وغثيثين ويسقطون عليك من هنا ويطلعون عليك من هناك. نعم أخس من ليبرتي سيتي وأخس من لوس سانتوس وسان أندرياس، سلام الله على سواقتهم يا رجل. بالله شوف الشرطي وين رايح، ساقط على الشارع ولا اهتم ولا أي حاجة. السواقة في جي شوف 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 مساري مساري، والله مساري. الغلط عليك، المفروض تهدي. الأولوية لمن يمشي في الشارع. فالقيادة في جي تي اي فايس سيتي جدا 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 سيئة، واللي يسوقون جدا سيئين بلا أي منازع. فخلنا نشوف المهمة الثانية عند ريني إيش الجديد حوله. He doesn't know. No, and let's keep it that way. Of course, he's an artist. The pressure could kill him. I mean, I perform well, knowing people want to drill me full of holes. But I am unique, darling. Darling! Hey, Rennie. Hi. Darling, this is darling. Darling, darling, wunderbar. So now we are acquainted, no? Who wants to oomba? I'm Vic. All right, Barry, mate. Now, darling. Darling needs a favor. Yeah, I need you to drive me and one of my clients around. Major player. Could sing the birds down from the trees. You're loving. I'm kind of expensive for a limo service. Yeah, well, rock and roll's a dirty business, cock. Excuse me? Well, this one bloke gave me 3 million quid, but now he wants it back. Cheeky twat. He's threatening to kill my bloke if I don't pay up. Okay, I'll help you, but it's going to cost. Yeah, yeah. Christ on the bike is at the time. You better go and meet me boy. You are going to love him. يا قوات. هذا الشخصية الجديدة المفضلة عندي في فايس سيتي ستوريز. إيش اللكنة هذه وإيش اللهجة هذه؟ Let's go and get it to the boy. يلا. يا عيال طريقة كلامه رهيبة. واضح إنه بريطاني. من البريطانيين هذولاك حقين اللكنة الثقيلة. تعرف ذكرني بمين يا عيال؟ يذكرني بالفسان اندريس مع المحامي هذاك، ذكروني باسمه عالف خانة التعليقات. فالحين علينا ان نروح ناخذ البوليت بروف ليمو الليموزين المدرع عشان ناخذ صديقه اللي قاعد يقول عليه. فخلونا ناخذ الليموزين ونروح ناخذ صديقه. هلا والله بالمحزم. اوكي في درع هناك عيال احفظوا لي ها. ليتس جو ام بيك اب يور بوي. اوكي وصلنا يا اخوان. لكن قبل ما نخش المهمه ابغى كذا اطرح عليكم سؤال بسيط جدا. في جي تي اي فايس سيتي ستوريز عندنا في هذا المكان عندنا الحديقه هذه وزي كذا تمام. في جي تي اي فايس سيتي جزء جي تي اي فايس سيتي المكان هذا كان مختلف كليا وشكله مختلف كليا. ايش كان هذا المكان؟ وقف المقطع واكتبوا لنا اجاباتكم في خانه التعليقات. جي تي اي فايس سيتي ستوريز حاجه وجي تي اي فايس سيتي شيء اخر، فقولوا لي ايش كان. هذا في الكولينز يا عيال صح؟ يب في الكولينز. هلا 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 بالمغني الكبير. اوف هجموا علينا. اوف 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 تخبى يا في الكولينز. ما عليك ما عليك عندي 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 لاوريك فيهم يا الذين. تعال خذ. مين رسلكم؟ مين رسلكم؟ مين رسلكم؟ Look, Barry, when I agreed to play Vice City, I didn't expect it to be my swan song. It's no problem, mate. Just some nutcase trying it on. Hey, aren't you? Phil, mate. Phil Collins. Let's do the meet and greet another time, aye? Come on! المغني الأسطوري فيل كولينز. طبعاً فيل كولينز يا أخوان هو المغني الوحيد اللي ظهر بشكله في أجزاء سلسلة جي تي اي كلها. نعم في بعضهم ظهر كأغنية، ظهر بعضهم في الراديو، لكن إنه يظهر بشكله وجسده هذا أول واحد. كويس يا أخوان إنه السيارة مدرعة، والله لو ما إنها مدرعة كان إنهم فجروها من أول طلقتين. أوكي وصلنا. Shouldn't we call the police? This is Vice City, mate. Seriously? Bandit country? It's nothing. Who is this Giorgio you owe money to? Oh, just a fan. He lent me. I mean, he, you know, he gave me a few quid. Barry, are you in hock to gangsters? No, mate. I swear. On your life. Yeah, well, that's what I'm worried about. You're a real moron. I should have left you managing that talking dog. What was his name? Puddles? يا عيال والله شخصية المفضلة بلا أي منازع.
اوكي رسالة من جونزاليس يقول لنا انه تعال تعال شوفني، شكله عنده مهمة، يب عنده مهمة، وظهرت في الخريطة زي ما تشوفون جي جونزاليس. فالشخصية هذه يا اخوان هي الشخصية المفضلة عندي في فايزيتي زي ما سمعتوا. فيل كوليس قال هل ندق على الشرطة اللي صار لنا هذا مو طبيعي؟ قال لا 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 تدق للشرطه، انت مجنون تدق على الشرطه، هذه فاي سيتي مدينه الباندت، دوله الباندتس يعني الحراميه والنشالين، تدق على الشرطه ايه ما ينفع. فرهيب والله رهيب رهيب قصته هو وفيل كولينز في هذا الجزء، جدا جدا رهيبه، راح تستمتعون فيها وراح نستمتع فيها سويا. اوكي السياره المدرعه هذه يا اخوان نادره، واتوقع انها راح تفيدنا مستقبلا بحكم انها جدا جدا مدرعه وتستحمل بشكل كبير، فلذلك راح نحفظها في 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 الكراج حقنا اللي موجود في هذه المدينة. اوكي وصلنا لمهمة تريني الثالثة في هذه الحلقة، خلينا نشوف ايش عنده. God 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 that is boring terrible I'm a hack oh conventional drivel Rennie you got some contacts for me Darling, do serious purchases of enormous quantities of uncut cocaine grow on trees? Maybe in your town, but not in mine. Okay, then why do you keep calling me over here? Look, I'm in this to make money for my brother. I don't have time to waste. Darling, that is beautiful. One day, I will make a film like that. Two brothers. One is a dog, the other a librarian. Love blossoms between a man and a pig. Three swans die. The end. Genius. Whatever you say, but in the meantime, I've got a business to run. I've got to make some money. But darling, wait. If it's money you need, maybe you can breathe some life into this bloody fucking mess. Somebody burn the script. Let's make art, people. اوكي راح نقعد نصور له زيادة كمان افلام فاضيين لك احنا وافلامك يا اخي. اوكي دام انك جبت لنا السلاح راح امشي لك اياها. اوكي وليش شاشة بعيدة كذا؟ عميتنا يا ولد. Let's go. يلا صور هذا افضل. لا 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 تنافخ بس، سمعتوه ينافخ علي يا عيال. والله السواقه صعبه، ما هي صعبه اللف فيها متخلف، شوف كيف يلف كانه يلف تريلا ولا دينا. صور صور في حياتك كلها ما راح تحصل واحد فنان زيي. صور صور ليتس جو بسرعة 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 بسرعة. جبنا العيد صح؟ ما يتسلق فيك الدلخ. يلا بإيزي إيزي، ما الأمور طيبة الأمور طيبة. ليتس جو. أوكي بس كذا مهمتك؟ وش ذا؟ والله يا العصابة الحمراء في المدينة هذه طغوا طغوا بشكل مرعب، مسيطرين على 3/4 المدينة، أكثر من 3/4 تقريبا، مسيطرين على 80% من المدينة. ولما عصابة البايكر يسيطرون على مكان على طول يجون العصابة الحمراء يسيطرون على المكان حقهم. أوكي المهمة في الجولف كورس هنا، حط سلاحتي هنا. لا والله حط الأسلحة عيال. إيش فيه إيش فيه؟ مال اهلكم يا اخي، ابى اخش بحق الدبابه. مال اهلكم مسوي لي عسكري عندي هنا، تراك سكيورتي. همشي بالدباب يعني همشي بالدباب. ذكروني الاسلحه يا عيال لا انساها زي اخر مره. اوكي هنشوف جونزاليس ايش عنده. فيك اي هوب يو بلاي جولف. شور I've played a round or two. I play around all the time, but don't tell my wife. Vic,
I find the way a man plays golf says much about him. Really? See, for instance. اوه افتكر ذي المهمة يا عيال. Yet he betrayed me. I should have known better. He's a terrible golfer. Let's see if I like the way you play, huh? Then maybe we do business. Okay. هذه المهمة حطيناها من أبشع المهمات سلسلة GTA. إذا كنت تفتكرون معايا. أوكي. لازم نحطه على المكان الأخضر. Let's go. بعدين. لا. أبو الحوالة. أبو الحوالة. ما عليك ما عليك. أعطيني فرصة. أعطيني فرصة. I have a deal coming up very soon, Vic. والله ما خسر من زيد الا عبيد. هذه رميه يا جونزاليس. تعال اعلمك كيف تلعب. تعال يا خلينا نركز. حلو حلو. هذه فيه صح فيه. بام بوينو يو باسترد نو وان سيلف مي اوت. خلاص ودع. شوف الوحشيه يا اخوان اللي في جونزاليس. ويل بلايد فيك. ثانكس. ريجارد ذيس از ا داون بيمنت اون يور سيرفيسز. ايل بي ان تاتش. اوكي. رسالة من مين؟ من لانس. اوكي لانس عنده مهمة. خلينا نروح نشوف ايش عنده. اوكي مهمات لانس يا اخوان دائما فيها جرية. دائما فيها جريات ومصايب. خلينا نشوف هذه المرة ايش سوى. يام لانس تي فانز بيبي تي فور تولبس ان تايلاند جريت يا لوك اي غوتا جو اي ليتر سو هو واز ذات اوه برو ذاتس جاست ذا اكاونتنت هيز جيتين اس ا بيتر ريت ات كلينين ذا ماني اند يو كول ذا اكاونتنت بيبي ويل يا ايم ا فريندلي جاي اند بيبي از سلانج يو نو اي دونت لاف هيم I ain't like that. Yeah, hey, whatever you say. Anyway, we got real things to worry about. Someone's been helping themselves to the stash. The Mendezes are freaking out, and I told them we'd take care of it. It's the last thing I need on top of everything else. What are you talking about? What's wrong? Man, it's just Louise. I really thought we had something, but we just don't get to see each other. Yeah. You know? Well... You know, relationships can be tough. Believe me, I know. Yep. Hey, come on, man. We got some fees to deal with. And you could take out your sexual frustrations on them. Hey, come on. Let's pop. Yeah. You know I love you, bro. All right. Okay. عودة العلاقات. So who's been stealing the yayo? What? Oh. Yeah, it's the bikers. You sure? Yeah, of course I am. You don't. متردد طيب. Well, I guess I'm just gonna have to prove it to you. You do the flying, I'll do the frying. شتي الضحكة. Let's take it to him. Okay, let's go. كان متردد في إنه يقول البايكر لو لاحظته. فغنا نشوف. اوكي لازم نحافظ على الوزن حقه الطياره. لانس راح يوقف عن اطلاق النار لو اننا خسرنا البالانس. لازم نكون في ارتفاع معين عشان هو يقدر يطلق. حلو اوكي يلا روح يا معلم. Let's go. اي بالله هذا ايم يا لانس. Let's go. وين ايم هذولاك وايم لانس يا عيال؟ حطوا معايا. يلا اطلقوا. اطلقوا يلا. Let's go. سكر فمك بس. يلا يا لانس يلا. اللي بعده. ادمج الطيارة وانت تحاول تأيم عليه.
طلقهم يلا دمج الطيارة. اوكي فوق فوق الفندق يلا طلقهم ليتس جو هيفجرها دم طاحت والله نط لانس وين يا عيال والله والله يا المهمة يا عيال حرب لانس طاح فوق يا عيال حرب شاملة مع البايكرز انا معي سنايبر خلني اقنصهم من بعيد سكو هنا الذكاء هذه المرة هنا الذكاء صح اخر مرة قاعدين تضحكون علي لما قلت لكم الذكاء واخذت الطيارة شو اسمه السيارة هذيك وفجر لي اياها في ثواني قاعد تقطقون علي في التعليقات شايفكم ترى هذه المرة هنا الذكاء وانا وانا صادق فيها ما لكم دخل الشرطة ما لكم دخل حرب عصابات ما لكم دخل فيها قالونا نتصافى وانتوا ما لكم دخل اوكي هات لا تلقنا بالنار يلا تستاهلين انك تذبحين دام انك في مكان زي كذا سامعين لانس كيف انحرق فيك كيف انحرق وش ذا لانس are you there hey vic look what i found damn I thought you were dead. No, man. I landed on a few soft bikers. Now I got me a new bike. Yeah. Damn. Never mind that. Where's the stolen coke? Yeah. They probably sold it already, the bastards. طيب. I'll see you later, bro. يعني طلعنا من الموضوع بلا الكوك يعني بلا الممنوعات اللي قاعد يقولها. I don't even know why I bother sometimes. والله طلع متردد حقيقة وطلع شكله يعني سوى لنا مشكلة مع البايكر. وصعد المشاكل معاهم على الفاضي تقريبا متردد هو من بداية المهمة هو متردد اوكي الاخوان مندز زعلانين البضاعة حقنا لا زالت تنقص وما حلينا المشكلة فأيضا العلاقات قاعدة تتوتر مع الإخوان ميندز خلينا نكمل عند لانس نكمل مهمة لانس في مهمة جديدة طلعت لانس راح نسويها لأنه الوضع حامي صراحة قال إنه الإخوان ميندز بضاعتهم لانس قال إنه بضاعة قاعدة تنزل وزي كذا واتهم البايكرز رحنا البايكر هاجمناهم على أساس إن نسترجع الكوك حقنا لكن ما طلعوا البايكرز وصل لانس كان متردد تحس إنه ما هو عارف فخلينا نشوف آخرتها معه مين اللي قاعد يسرق الكوكايين حق الاخوان مندز طب احنا توقفنا ان نسرق حقهم البضاعه فمين قاعد مستمر يسرق بضاعتهم يخرب عليهم طبعا اتوقع غالبا مارتينيز غالبا مارتينيز او شو اسمه طرف ثالث جديد ممكن دياز على سبيل المثال في طرف ثالث قاعد يخرب كل واحد يحاول يسيطر على الـ على على فاي سيتي وكل واحد يخرب على الثاني اخوان شفتوا لانس لما راح بالدباب حقه نطبي من المهمة شوفوه جاء حطه هنا كنوع من الواقعية والايستر ايج يعني ديم يا فايس سيتي ستوريز So this is where the coke is going? Up your nose? Hey Vic! Hey Vic, what are you doing here? You had me running around town like a psycho, and all the while you're siphoning it off for your personal use. You are unbelievable. Hey, I'm sorry. Look, can we talk about this later? Oh. Oof. Hey Vic, shit. Louise, what the hell is going on? Well, bro. Hey, bro, it ain't nothing like that. I
wouldn't do that to you. I just needed something to take my mind off things. So you fucked my brother? No! We just get high together. God damn, you are so judgmental, like you're a damn saint or something. Why are you being such an asshole? You are a mess. And you're wonderful. A wonderful drug-dealing, thieving murderer. Come on, guys. I was doing it for us. Who you trying to kid? You don't give a shit about me. Not now, I don't. You know what? You make me want to puke, you self-righteous dick! Ah, get lost! Stay away from me, you sick bastard! You're a phony, Vic Vance! أفا... What are you gonna do? قلها وانت. What? Listen! Who cares? It's my coke! It's all my coke! And I'll do with it whatever I damn well please! Okay, طلع فلانس اللي سرقها يا أخوة. احنا قاعدين نتهم مندز ودياز ومدري ايش طلع لانس الدلخ. Shut up! You're always telling me what to do. But if it wasn't for me, we wouldn't have any of this. If I want to take coke, I will. If I want to give it away, I will. And I'm gonna give it away. All of it. And you can't stop me. Lance, don't be stupid. Don't be stupid. هو stupid اصلا يا فيك. اوكي قاعد يرميها الأبلة. قاعد يرمي البضاعة. يعني والله بزرنا. يا خليني اسوي اللي في بالي في راسي ولا اني بخرب. شبه اللعبة تلقلك كذا كمان ايش في. يعني بالله ايش معناتها ترميها في البحر. مدري في الارض بزر لانس يا اخي مصايبنا كلها من لانس. يعني مشاكلنا في مع من اخوان مندس سببها لانس، مشاكلنا مع هذا لانس، حبيبته الوحيده اللي حبها فيك لانس خربها ومدري ايش خلاها تستخدم، هي تستخدم لكن انه يعبث معاه هذا بحد ذاتها فيها استنقاص من اخوه. انزل والله لو نزلت في الارض لكفكف لك يا لانس. وش ذا وش ذا وش هذا وش هذا وش الفشل ايش الفشل المهم الغبي هذا. والله يا لانس اول ما تنزل في الارض اني لكفكف لك كفوف الاخ الكبير. يلا يا بزر ارمي شغل. مهمة بزرنا، مهمة بزران هذه. اوكي جمعناها. ايش المهمة هذه؟ والله لو في مهمة ثانية للانس راح اروح لها مباشرة واعطيه قرموع على راسه. مارتينيز. اوه عيال. مارتينيز رجع للمدينة وقاعد يقول ايه فيك. كيف حال حبيبتك هذيك؟ شكلي راح اعطيها زيارة. اوكي في مهمة جديدة لانس. خلينا نروح للمهمة واعطيه قرموع على راسه. من قاعد اقول قرموع قرموع يا عيال تعرفون ايش معنى قرموع؟ اذا تعرفون اكتبوا لنا في التعليقات. اوكي. المهمة بعد تصرف لانس البايخ. اوه هاي يا بكاي. Did I do anything stupid in the last few days? Stupid? Oh, no, no, no. You passed stupid and kept on going. Straight on into fucked up. Lance? It's Louise. Where's Vic? I need him. It's me, Louise. What is it? Vic? Oh, thank God. It's that Martinez. He must think we're still an item. Yeah? Well, we're not. For crying out loud, Vic, I didn't sleep with Lance. We're just friends, which is more than you've been lately. You never call. We never see each other. Is this going somewhere? I just wanted you to know that Martinez's thugs have been following me, and because I want to get back together, I'm trying to avoid being killed. And now I'm hiding out around the back of some stupid burger bar, not that you give a shit. What? Martinez sent guys after you? I don't even know why I called. I'm gonna kick their asses myself. Wait, 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 Louise! Louise! Lance, you want to help me out? Forget it. والله لانس عيال useless ما منه أي فائدة. حتى في هذه المهمة السهلة مو راضي يساعدني. زي ما سمعتوا عيال رجال مارتينيز قاعدين يلاحقون لويس حبيبة فيك على قولكم على قولهم يعني.
فخلونا نروح هناك ونشوف ايش الموضوع. والله فيك عيال قلبه طيب، لو انا منه والله ما ساعدها بعد الحركه اللي سوتها مع لانس، والله ما ساعدها. لكن فيك ما ادري هل هو قلبه طيب ولا انه هو غبي ولا ايش، ما ادري. اوكي وصلنا. لويس، هاي لويس، ار يو ذير؟ فيك هيلب. وي خطفوها. كلوا يا ابن الذين. تعرفون كابوس ايش يا عيال؟ انهم يكونون من معاهم اسلحة من النوعية اللي تقشط، اللي تفجر السيارة. شايفين سواقة اهل فاي سيتي يا عيال؟ هي في سيارة هي، خذ لك. اوكي. موجود لويس. يا رب انها هي، لانه isn't here، ما هي موجودة. اوكي يا هنا يا هنا. ابى اخش هنا. يا عيال الشرطة ما هو وقتكم يا اخي. حيكشفني، امسكني صح؟ ثلاثة نجوم شرطة ايش مسوي انا؟ مال اهلكم يا اخي. مشكلتي مع العصابة انا، ما هي مش معاكم. اوكي ما هي هنا لويس. انقلع يا شرطي انقلع. هي موجودة. والله دمجوها يا عيال. حيفجر السيارة. فجرها. يا رجال ايش المهمة ذي؟ خلاص انقلع الشرطة تلاحقني للحين، انتهت المهمة، فجلت، مبتغاك تحققته. مسوي لي مخلص في العمل الى الان يلاحقني. اوكي بنروح على طول يا عيال على اخر مكان حصلنا فيه لويس. اوكي. بعد عن السيارة لا تدمجونا. اوكي ما هي موجودة هنا. سويت نفسي ذكي طلعت ما هي هنا. والله الشرطة ما لهم داعي، ايش فيه؟ حرب صايرة بين عصابة، مالكم؟ روحوا قاتلوا العصابة كمان، ليه انا بس اللي تتفرعنوا علي؟ والله عيال ما تفرعنوا الا علي. العصابة لا مخلينهم في راحتهم. يا رب منها موجودة. يب موجودة، ليتس جو. خذ انت. ناخذ الدرع. اوكي ليتس جو. لويس باقي موجودة هنا، دمجوها لطشوها. وديها المستشفى. بالله عليكي، يعني انا ماني عارف انك راح تحتاج دكتور. لطموكي وكفكفولي كفوف، اكيد تحتاج دكتور. يا الله من الشرطة. اوكي قلع. يلا روحي الاسعاف. حي الدكتور المحزم المليان. اوكي 500، يلا مشي الحال. اوكي مارتينيز شغال استفزاز، شغال نرفزه في فيك.
قال له لويس كانت يعني طيبة معايا يعني كانت حلوة معايا، عرفت تعاملها معايا حلو كل شيء حلو. قل لها اني جايها مرة ثانية قريبا. فالأمور اشتعلت يا اخوان، خربانة من جهة الاخوان مينديز، لانس قاعد يسرقهم، وذحين مارتينيز قاعد يشتغل في فيك. يعني فيك محصلها من لانس، ولا محصلها من مينديز، ولا محصلها من لويز، ولا محصلها من مارتينيز، يصلح مشاكل لانس اللي يسويها، ولا يصلح مشاكل الخاصة، ولا يصلح مشاكل لويز، ولا يصلح مشاكل ريني. الوضع مرة مرة ملخبط مع فيك، وكل ما حرفيا كل ما يزبطها من هنا تخرب من هناك، كل ما يصلحها من هنا يخربها لانس. فالأمور اشتعلت، مينديز من جهة، الإخوان مينديز من جهة، مارتينيز من جهة، لويس من جهة، فالأمور تحدث يا رجال. وتقريبا يا إخوان هذا هو مقطع اليوم، وفي شفنا الحلقة الثامنة من تختيم جي تي اي فايس سيتي ستوريز. وصراحة في حلقة اليوم استمتعت جدا جدا جدا، وما كان في له مهمات غثيثة. نعم كان المهمة الأخيرة كانت شوية غثيثة، لكن ما قعدنا فيها كثير وعلى طول حليناها. شكرا لكم على المشاهدة يا إخوان، أتمنى أنكم استمتعتوا. السلام عليكم.